بفقرة كلتشر مع اليوم شاعر كبير لمع بعدة قصائد، إن كانت بالشعر إن كانت بالنثر وأيضا كمان بالرواية. اسمحوا لي رحب بالشاعر الأستاذ موريس نجار، أهلا وسهلا فيك في تيلي شكراً. لوميير ونور سعد. أول شيء بدي أعيدك وبدي أعيد كل المشاهدين لليوم ليلة عيد السيدة، وبعدنا من بقع كفرة اللي هي معروفة ببلدة مرشربل. قديش سيدة الانتقال كانت هالمطرح اللي يتعبد له مرشربل ويروح على هيدي الكنيسة بالذات فعلا لحتى يؤدي صلواته، وفعلا كانت لها تأثير كتير كبير إلى مسيرته القدسية اللي تبعها فيما بعد. واليوم بنلتقي فيك اليوم شاعر كبير أستاذ موريس، حتى هيك نفتتح لقائنا بقصيدة للسيدة لمناسبة عيد السيدة. الله يخليك، وهذا شرف كبير إلي، وخصوصي بهالمحطة المهمة يلي ما بتوزع إلا الخير والبركة على كل الناس وبتعبر كل الأديان حتى. شكرا. طبعا بداية اللقاء رح يكون مع قصيدة لعيد السيدة، رح نسمعها ومن بعدها رح نتعرف أكثر على موريس نجار الشاعر والروائي والكاتب. حاضر. عملت خصيصا لعيد السيدة. ايه، لمناسبة عيد السيدة العذراء. تمهيد إلى كم سطر. جاء في العهد القديم أشعيا 7:14 الآتي: ويعطيكم السيد نفسه آية، ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. نعم. وجاء في إنجيل لوقا فصل 1 آية 28 الآتي: فدخل إليها، أي مريم العذراء، الملاك وقال: افرحي يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. وجاء في القرآن الكريم سورة آل عمران الآية 42 الآتي: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فنرى أن الأديان السماوية الثلاث اجتمعت على تكريم أم المخلص، فكيف لنا نحن المخلصين أن نقصر عن الركب ولا نقدم إليها تحية النفس المغلوبة إلى النفس الخالدة الرؤوم. من هون بدي أقدم لها التحية بعيدة طبعا، ونحن كلنا سمع ونحن بانتظار هذه القصيدة المميزة لمريم العذراء في عيدها. نحن في عيدك، في العيد الكريم، أنت يا صاحبة القلب الحليم، أنت يا عذراء يا نبع الرجاء، يا منى المكدود والعاني الكليم، ما لنا إلاك، إذ ساورنا الريب بالدنيا وبالعدل السقيم وبالعدل العقيم، قد تمادى ليني ظلما بنا كل طماع وجبار غشوم، هي ذي اجتاحت روابينا وما فتئت تظلم قوات الجحيم، وعرى إيماننا الإحباط مذ لفنا العسف بذا الليل البهيم، فضللنا الدرب من يأس وكم قادنا الجهل إلى الإثم الجسيم، لا تلومينا على زلاتنا، نحن مخلوقون من ضعف عميم، ولنا في لذة العيش غوى بات يثنينا عن السمت القويم، إن فينا بذرة قد حطها الله لا تهجع إلا في الصميم، ربما أخفت سناها ضعفة دون أن تخمد في الغاوي الأثيم، منك في إماءة ميمونة يرجع الصفو إلى القلب السقيم، تدرج النعمة تجتاح الحمى، يبزغ الفجر ويسري في السديم، فإذا الدنيا ضياء ساطع والأقاح الزهر يعلو في الهشيم، ليس إلا في سناك الغض ما يشرح الصدر
ويبري من الهموم، فإذا شئت فتلويح تكن ديم تنهل بالخير الجميم. أفما يوما وشرب تائق لحبور الراح في العرس العظيم، قلت قولا سطرته الأرض في صفحة الدهر وفي نور الحلوم، فأبى الفادي سوى التسليم وانبجست معجزة الخمر السليم. وإذا الماء رحيق سائغ ما جرى في الظن في بال الكروم، وإذا القوم ذهول خاشع وعيون حائرات في وجومي، هي قانا سوف تبقى عبرة لغوي وعليم وحكيم. وهي اليوم جمال كائن في مغانينا وفي الذكر المقيم، كلما جئنا إلى أجرانها تشمخ الروح وترقى للنجوم. يملأ الإيمان من كان به كدر الشك ويهنى في النعيم، فعبير الله يجري في الثرى وبخور القدس يسري في الرسوم. حلو. يا عذراء يا من جاوزت عن ذنوب الناس في كل التخوم، خففي آهاتنا يا بلسما لجراح القلب للضاف الكلوم، واحملي آثامنا، هل كان من حمل الآثام عنا في القديم غير من غذاه صدر طاهر فيك والعبرة في طيب الأروم. أنت يا بابا به نعبر كي نبلغ القبلة في الراعي الرحيم، أنت أم نحن أبناؤك، هل يحضن الولد سوى الأم الرؤوم. حلو، يسلم هالتم فعلا، يعني إن شاء الله بينعاد عليك. بعتقد وصفتها توصيف دقيق يعني بكل صفاتها الكبيرة اللي بنعرفها لمريم. قولي شو ما يقول الإنسان مجرد يكون بشري ما رح يقدر يوصف بالضبط مريم العذراء. نعم. يلي هي باب الله. صحيح. اليوم الشاعر موريس نجار يعني عنده كتابات خصوصية تتعلق في هيك في القديسين وفي مريم العذراء وفي الدين وفي رأيه بالدين بهالأمور. كتابات نثرية لا، ما بحب فوت بقصص الأديان، بس في قصائد عن العذراء وعن المخلص يسوع، في قصائد هيك متفرقة، بس كتابات نثرية بتخص الأديان لا. طب اليوم شو جابك على الرواية أقدار؟ يعني بعد دواوين الشعر، بعد الأدب في النثر، بعد كل هالكتب الكبيرة اللي أصدرتها، هيك فتت على باب جديد يمكن مختلف تماما عن هذيك الأبواب اللي هو الرواية، شو جابك لهون؟ فعلا ليكي أنا ما تقصدت، يعني ما قصدت قلت أنا مثلا أنه هالأدباء الكبار بيكونوا شعراء بيكونوا أدباء وبيكتبوا رواية أنا لازم أعمل هيك، لا، ما هذه طلعت معي هالرواية اللي هي وجدان، وإذا بدك فيني اختصارها بين نص سيري ذاتية ونص سيري روائية خيالية. نعم. يعني مخلوطة بين سيرتي الذاتية أنا والحياة، وخصوصي في القرية والحياة في الستينيات يلي هي بتعني لي جدا أنا، هذا الزمن يلي كنا نسميه الزمن الجميل. طبعا. وطلعت معي هالرواية، بس أنا إذا قلتي لي وصف نفسك أنا ماني روائي، أنا بالدرجة الأولى شاعر وأديب. طبعا. بس طلعت معي هالرواية. هذه طلع كيف معقولة يعني هيك تكون قدرت وصلت الرسالة اللي أنت بتهدفها من خلال هذه الرواية؟ يعني أقدار مسميها أقدار. ايه. فعلا هي تتناول. نعم. أقدار بعض الأبطال بالرواية، يعني نعم. أبطال الرواية الرئيسيين مسلط على قدر كل واحد منهم من بداية، من أول ما خلق حتى نهاية حياته. نعم. ومركز كيف القدر ملاحقه. صح.
صحيح. منهم كان القدر رحوم معهم ومنهم كان القدر لاحقهم على طول مثل السيف. طبعا بترجع بتعيدها هالتجربة استاذ موريس؟ التجربة الرواية ما بقصدها مثل ما قلت لك، ما بقصد اقول انا بدي اكتب رواية، بس عندي كتاب اقاصيص. نعم. بده يطلع قريبا ان شاء الله. اقاصيص صغيرة. بتكون عم بتحيد عن الشعر صوب الرواية؟ لا، الشعر بيضل على طول براسي اول شيء هو. طب اليوم الدواوين الكتير اللي اصدرتها، هل انت في صدد تحضير الى ديوان جديد شعري؟ فعلا هلا عندي كتاب بالمطبعه وعندي اربع كتب حاضرين، منهم ديوانين، ثلاث دواوين شعر خالصين يعني. نعم. بس عم نطبعهم بالتوالي عم يطلعوا كلهم مع بعضهم. نحن بنشهدك هيك على اكبر منابر مهرجانات الشعر في كل المناطق اللبنانيه، وشفناك بزحله وشفناك بكل المناطق اللبنانيه. اليوم قد ايه مهم الشاعر يستمر في رسالته الشعريه من خلال هالامسيات والمهرجانات اللي عم تقل تدريجيا نوعا ما؟ هو وليكي فعلا الشعر يعاني بهالايام خصوصي باللغه العربيه. نعم. لانه اللغه العربيه بحد ذاتها عم بتعاني من هالجيل الجديد، هو واللغه العربيه مش كتير ظابطه قصتهم. نعم. بس ما لازم ييأس الشاعر، والشعر لا يموت. لانه الشعر مرتبط بوجدان الانسان، وطالما الانسان في عنده وجدان بده يضل في الشعر. ما بيقول لك انه راح بيموت الشعر. صحيح. لا، الشعر ما بيموت. هلا في عندك هويه خصوصيه، يعني بس نقرا نحن الشعر بنعرف انه موريس نجار هو كاتب هذه القصيده، يعني وحضرتك كنت وطني بكثير مطارح، وكنت رومانسي بكثير مطارح، وشفنا الغزل عندك بكثير مطارح، يعني هالمزج بالافكار بمطارح، كمان شفنا الوجدانيات، شفنا حكم كمان، قدرنا نقدر صح. نلتمس هذا الموضوع. خبرني شوي عن هالتجربة اللي بتعيشها واللي تختزنها واللي كمان تحبسها بكتبك. ليك الكتابة هي بالبداية مخزون. ايه. يعني هل ما بيثقف نفسه؟ صحيح. ما في يتصور يكون أديب. هي مخزون بيتكدس بيتكدس بيتكدس، بعدين بدون ما يشعر الكاتب والأديب ما بيحس حاله إلا بده يكتب. نعم. وأنا فعلا هيك أغلب قصائدي بيطلع معي البيت أو بيتين دغري، هيك دغري بسجلهم أنا، مثل ما قال بول فاليري أول بيت بيوصلنا بمغلف. مزبوطة. اختبرتها بنفسي أنا أول مرة قريتها عند بول فاليري، قلت عمي شو عم بيحكي. مزبوط، بتحسي حالك أنه طلع بيت أو بيتين دغري بسجلهم قبل ما أنسيهم. بعدين بتطلع أصلا. بعدين مثل ما بيقول سعد عائل، هنيك ببلش بناء القصيدة، هنيك بتشمر عن زنودك، هنيك بتدخل طبعا. اللغة طبعا. بتدخل المكنة الأدبية. صحيح. بيدخلوا كلهم، لأنه مش كله بيجي إلهام. لا. صحيح. مش كله إلهام. طبعا نحن كتير سعيدين بوجودك اليوم. الفكرة الثقافية ببرنامجنا هيك أطلت بطلة مختلفة من خلال شعرك ومن خلال قصيدة عيد السيدة. أنا بدي عايدك من جديد وبدي عايد كل المشاهدين من خلال هذه الفكرة، وبتمنى أنه هذا العيد أكيد يبارك كل مناطق اللبنانية وأهلها، ونحن قديش نحن بحاجة لبركة أمنا العذراء في عيد اليوم اللي هو رمز لانتقالها إلى ملكوت السماوات، وعند الأرثوذكس بيقولوا رقاد السيدة العذراء، وعند الموارنة بيقولوا انتقالها في الجسد إلى الله وإلى ربع الله. بختام هذه الحلقة شو بتحب تقول للمشاهدين؟ أنا بقول بختام الحلقة طبعا بعايدك وبعايد التليلونيير وبعايد كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، لأنه مثل ما سبق وشفنا مريم العذراء مكرمة عند المسلمين مثل ما مكرمة عند المسيحيين. صحيح. ويمكن يكون أزود. صحيح. صحيح. لذلك أنا بعيد كل اللبنانيين، وإن شاء الله نعمة مريم العذراء بتحل شوي عليهم، تيحلوا شوي بقى عن هالشعب، خلي يرتاح شوي. أنا بدي أشكرك من جديد الشاعر موريس النجار، ضيف عزيز على البرنامج.